لو الحكاية فيها إن فيجو. أسعار الفراخ عاملة إيه النهاردة؟ 27 جنيه. 27 جنيه. الأبيض والبلدي؟ البلدي الحمراء عاملة 36، البلدي عاملة 38. عمر 36 والبلدي 38. والبنيه؟ البنيه عامل 65. والهياكل؟ الهياكل عاملة 10 جنيه. والأجنحة؟ الأجنحة 18. والوراك؟ الوراك عاملة 30 جنيه. طب والبط؟ لا ما عنديش بط. والأرانب؟ ولا أرانب. طب انت شايف اسعار الفراخ كده يعني عامله ازاي؟ مستقره ولا رخيصه منخفضه؟ لا رخيصه بالنسبه للغلا اللي فات، رخيصه. طيب هي ثابته بقالها فتره على الاسعار دي؟ بقالها حوالي اسبوع، تنزل جنيه تطلع جنيه تنزل جنيه، بس هي عامه في النازل عشان يعني ما فيش اقبال خالص، ما فيش سوق، مش منزلين بضاعة. لو في سوق هجيب بط، هجيب حمام، هجيب أرانب، هجيب الحاجات دي، لكن مفيش سوق. طيب يعني لكن الفترة الجاية هتقل تاني؟ من هنا للعيد الكبير هتفضل يعني ممكن تقل نص جنيه جنيه كده يعني، لكن انها ترجع زي زمان الفراخ تبقى ب 15 جنيه وب 17 جنيه مستحيل. لكن ما فيهاش زيادة؟ لا زيادة لا، لأن ما فيش سوق أصلا، مفيش إقبال. زيادة تبقى بعد العيد الكبير إن شاء الله.